أنا اسمي بهجت، بشتغل في معرض أدوات صحية. مش عارف ليه كل الناس بتقول عليا إني قديم قوي. من فضلك النادي الفيديو ده قفل. 2 كاسات لو سمحت، بس مش مهم، المهم إن أنا في شغلي جامد قوي. من فضلك. أيوة. عندكم ركة؟ لا، بس عندنا حمامات مودرن جدا عاملة شغل عالي سيزن ده. إيه ده؟ ده قديم قوي. عندكم ركة؟ يا فندم صدقيني الموضة بترجع، اشتري واصبري شوية عليه. قشطة يا ميدو، ثانية واحدة معايا زبونة. ميدو في ركة؟ في زبون. مفيش ركة، طار الزبون. عندك ركة، عندك حمام. ما عندكش ركة، ما عندكش حمام. ركة، أطقم الحمامات الأولى في العالم.